السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبائي في قناتكم إيكول جبيرة. هنا نشوف الفيديو الثالث من اللبنة الثالثة، قراءة الفقرات البسيطة. أقرأ الكلمات بدقة وسرعة. توجهت، يستطيع، فتح، التقت، تتوجه، تفتح، يقرأ، قرأت، تحمل، يتحمل، استطاع، فرحت، تفرح، تلتقي، قضت، تقضي. أفعال ما بين الماضي والمضارع. أقرأ الفقرة. أقرأ الفقرة. يوم الأحد الماضي توجهت ليلى مع أختها الكبرى إلى المسبح الكبير في المدينة. في الطريق إلى المسبح التقت ليلى بصديقتها شيماء. كانت شيماء مع أمها متوجهة هي أيضا للمسبح نفسه. فرحت ليلى بلقاء صديقتها المفضلة. قضت ليلى وقتا ممتعا في المسبح. أقرأ الفقرة وأجيب عن الأسئلة. مع من تذهب ليلى إلى المسبح؟ تذهب هيا تذهب ليلى مع أختها الكبرى. مع أختها الكبرى إلى المسبح. أين يتواجد المسبح الذي تقصده ليلى؟ أين يتواجد؟ يتواجد المسبح الكبير تقصده في الماء في المدينة. جوابها في المدينة. أسئلة يعني أسئلة سهلة. قولوا مع من تذهب ليلى إلى المسبح؟ قولوا تذهب ليلى إلى المسبح مع أختها الكبرى. أين يتواجد المسبح الذي تقصده ليلى؟ يتواجد المسبح الذي تقصده ليلى في المدينة. في المدينة سهلة تنظن. إذن شو الصفحة؟ هاش 29. 29 الصفحة 29 دائما في اللبنة الثالثة، قراءة الفقرات البسيطة. أقرأ الكلمات بدقة وسرعة. كتاب، كتب. صحراء، سحاري. حيوان، حيوانات. جمل، جمال. تحمل، يتحمل. قدرة، قدرات. رمز، رموز. قدت، تقضي. إذا كنا مفرد وكنا جمع ثم كنا يتحمل. أنا تحمل، يتحمل يعني في الماضي وفي المضارع. أفعال في الماضي وفي المضارع. هنا أقرأ الفقرة. لدى إسماعيل كتاب عن حيوانات السحاري. إسماعيل فخور لأنه يستطيع القراءة بمفرده. فتح إسماعيل كتابه على صفحة الجمل. قرأ عن قدرة الجمل على تحمل العطش وعن ذاكرة الجمل القوية التي تسمح له بتذكر طرق الصحراء الشاسعة. فهم إسماعيل لماذا يرمز الجمل للصبر والجلد بالصبر والجلد. أقرأ الفقرة وأجيب عن الأسئلة. عما يتحدث الكتاب المفضل لإسماعيل؟ عما يتحدث؟ إذن هو يتحدث عن الجمل. يستطيع القراءة بفرته. فتح إسماعيل كتابه عن صفحة الجمل. إذن لدى إسماعيل كتاب. إذن كتاب يتحدث عن حيوانات السحاري. الحيوانات كلها حيوانات السحاري. إلى ماذا يرمز الجمل؟ يرمز الجمل إلى للصبر والجلد. ما المعلومات التي استفاد إسماعيل من الكتاب الذي قرأه؟ فهو استفاد معلومات جديدة عن الجمل. عن الجمل. إذا نقولوا عما يتحدث الكتاب المفضل. إذا يتحدث الكتاب المفضل لإسماعيل
عن كيتحدث عن حيوانات السحر، عن حيوانات السحاري، اكتشف الصحراء، السحاري كيف كتبنا السحاري السحاري سمحوا لي السحاري صافي. الى ماذا يرمز الجمل؟ اذا يرمز الجمل للصبر والجلد. قال والجد للصبر يقدر يكون والجلد. ما المعلومات التي استفادها إسماعيل من الكتاب الذي قرأه؟ نقوله استفاد إسماعيل من الكتاب الذي قرأه. استفاد شنو استفاد؟ استفاد إسماعيل من الكتاب الذي قرأه من معلومات جديدة عن حيوانات السحاري وعن الجمل. استفاد معلومات جديدة عن حيوانات السحاري، الحيوانات اللي كتشف السحاري، وعن الجمل بالضبط، عن الجمل. إذن مشيو للصفحة، ها الصفحة 30، صفحة 30. قراءة الفقرة البسيطة، اللبنة الثالثة، دائما في اللبنة الثالثة أقرأ الكلمات بدقة وسرعة. ربيع الربيع، يعني نكرة معرفة بالألف لام. أطيار الأطيار، نزهة النزهة، احتفاء الاحتفاء، ألوان الألوان، طبيعة الطبيعة، فراشات الفراشات، أغصان الأغصان. يعني النكرة والمعرفة، والمعرفة الشمسية والقمرية، الأفلام الشمسية والقمرية. أقرأ الفقرة. حل الربيع بألوانه المفرحة ونسيمه العليل، احتفلت الأطيار شادية بين الأغصان، وطربت الفراشات محلقة فوق الأزهار من كل الألوان. حان وقت النزهة والاحتفاء بالطبيعة الغناء، ما أجمل الطبيعة في فصل الربيع. أقرأ الفقرة وأجيب عن الأسئلة. متى تتفتح الأزهار الملونات؟ إذن بألوان المفرحة ونسيمه، احتفلت الأطيار شديد الأغصان، وطربت الفراشات محلقة بالأزهار، حان وقت النزهة والاحتفاء بالطبيعة، ما أجمل الطبيعة في. إذن متى تتفتح؟ حنا كنعرفو تتفتح الأزهار الملونات، متى؟ تفتح الأزهار الملونة في فصل الربيع. معروف هذه، فصل الربيع. سمحوا لي الكتابة، كتبت لكم مزيانة، كنبان لي الكتابة مزيانة، هي هذيك صافي. ها، كيف تحتفل الطيور بقدوم الربيع؟ تبنا بالربيع، ألوانه المفرحة. إذا الألوان ديال الرجل، حل الربيع بألوان مفرحة ونسيم العليل. الألوان المفرحة شنو هي؟ الأزهار زعما تفتحت بالألوان ديالها المختلفة، مختلفة الربيع قلنا. كيف تحتفل الطيور بقدوم الربيع؟ كيف تحتفل؟ قال لنا احتفلت الأطيار شادية بين الأغصان، إن الطيور. إذا عن طريق كيف تحتفل الطيور؟ إذا تحتفل الطيور بقدوم الربيع بالشدي شدى، جاي من شدى، من الشدي الفعل، بالشدي. كيف هيا جاي من هنا، شادية بالشدي زعما يشدو، فعل هو يشدو. كيف تعبر الفراشات عن فرحتها بقدومه؟ إذا نقولو كنقولو تعبر الفراشات عن فرحها بقدوم الربيع. باش تعبر الفراشات بقدوم الربيع،
وطربت الفراشة محلقة فوق الأزهار من كل الألوان. إذن بالتحليق تعبر الفراشة عن فرحتها بقدوم الربيع محلقة، يعني محلقة الاسم، أو بالتالي بقدوم الربيع بالتحليق بالتحليق فوق الأزهار الأزهاري. بالتحليق فوق الأرض بالتحليق فوق الأزهار. إذا نمشيو للصفحة 31، الصفحة 31 اللبنة الثالثة، قراءة الفقرة البسيطة. أقرأ الكلمات بدقة وسرعة. صندوق صناديق، هنا الجمع الجمع الجمع. طريق مسبح مسابح، طريق طرق، وقت أوقات، نقش نقوش، غرفة غرف، زخرفة زخرفات، باب أبواب. هنا باش هنا كيتعلم التلميذ والتلميذة الجمع ديال أي مفرد. صافي. أقرأ الفقرة. كنز جدتي. قالت ربا: في بيت جدتي بالقرية صندوق كبير، الصندوق من الخشب القديم به نقوش وزخرفات جميلة. كان الصندوق دائما مقفلا في غرفة جدتي الكبيرة. سألت جدتي يوما: أي كنز تخبئ في صندوقها العزيز؟ ضحكت جدتي من سؤالي وهي تفتح الصندوق أمامي وقالت: بالفعل هنا أخبئ أكثر كنز أحبه بعدك يا كنزي. وأخرجت جدتي ألبوم صور باللونين الأبيض والأسود، ثم بدأت تحكي لي عن قصص الماضي. أجمل شيء كنا كنعيشو في الحياة ديالنا، جداتك ملي كتجبد لك شي حاجة كتبقى تحكي لك على الماضي ديالك، كتقد تحس براسك شاف شي حاجة شي حكاية زعما. شنو نقول لك؟ ما أجمل تلك الأوقات. وصافي. رأيت دمعة شوف تتلألأ في عيني جدتي وهي تطالع وجوها لم تعد بيننا. بس تذكر مسكينة، بس إيه جدة مثلا مات وكذا، يعني الزوج ديال جدتها، يعني هو جد ربع. بقات قال لك رأيت دمعة تتلألأ في عيني جدتي وهي تطالع وجوها لم تعد بيننا. زعما توفات مسكينة وماتت، يعني هذوك الشخصيات هذوك الوجوه. أقرأ الفقرة وأجيب عن الأسئلة في دفتري. عما تبحث ربا في بيت الجدة؟ عما تبحث؟ هي تبحث قالت ربا في بيت الجدة صندوق من الخشب القديم فيه نقوش مزخرفات، كان الصندوق دائما مقفل. إذا تبحث عن صندوق قديم، صندوق قديم، عن صندوق قديم، نكتبوها. إذا تبحث ربا في بيت الجدة عن، نقولوا هكا، تبحث ربا في، نبداو من هنا، تبحث ربا في بيت الجدة عن صندوق كبير. ما أحب كنز إلى قلب الجدة. هذا نقوله شنو الكنز اللي كتحبو الجدة؟ أحب كنز إلى قلب الجدة. يطلع شنو؟ أحبه بعدك، أحب بعدك، بعدك كنحبه من بعدك انتيا، يعني كنحبك انتيا. هنا أخبئ أكثر كنز أحبه بعدك، بعدك من بعدك انتيا، يعني يا كنزي، يعني أحب كنز إلى قلبي. الكنزة شكون هو؟ هو ربع. عاد كيجي هاد الصندوق هنا قالت أحب أكثر كنز أحبه بعدك، يعني من بعدك انتيا، من بعدك انتيا عاد كنحب الصندوق من بعدك انتيا. يعني أحب كنز إلى قلبي الكنزة هي حفيدتها بينكم، حفيدتها ربا، حفيدتها ربا، الحفيدة ديالها ربا هي اللي كتبغيها أكثر، هي أحب إلى قلبي ديالها، حفيدتها معروفة بيناتها، حفيدتها، حفيدتها ربا، هي يعني بيننا، أحبه بعدك يا كنزي. ماذا سألت ربا جدتها؟ شنو سولتها؟ إذن سألت، نقولوا سألت ربا جدتها شنو سولتها؟ عن شنو سولتها؟ سألت جدتي يوما
أي كنز تخبئ في صندوق العزيز، عن ماذا يوجد في، عن ما تخبئه في الصندوق أو ما يوجد في الصندوق. سألت ربى جدتها عن الكنز، الكنز المخبأ الذي تخبئه، الذي تخبئه، عن الكنز الذي تخبئ، عن الكنز الذي تخبئ في الصندوق، الصندوق. سألت ربى جدتها عن الكنز الذي تخبئ في الصندوق، كيف مكتوب هنايا؟ سألت عن الكنز الذي تخبئ في الصندوق العزيز أو في الصندوق العزيز، صافي؟ إذا ركينا تما. أين تسكن جدة أوروبا؟ فين كتسكن؟ في بيت جدتي بالقرية، القرية، القرية، قرية، القرية. الجواب هو القرية. أين تسكن جدة أوروبا؟ قولوا تسكن جدة أوروبا، الجواب بدي منها، تسكن جدة أوروبا في، فين؟ في ألقى، في القرية، القرية، القرية. إذا واضح. نمشيو للصفحة، ها صفحة 32، صفحة 32 اللبنة 3، قراءة الفقرة البسيطة، أقرأ الكلمات بدقة وسرعة. حلق محلق، أطعم مطعم، بحث باحث، خرج خارج، سبح سابح، طار طائر، أخطأ مخطئ، شرب شارب. أقرأ الفقرة. صيد ثمين، خرج النسر محلقا فوق الوادي بحثا عن فريسة يصطادها ليطعم فراخه، حام فوق الجبال العالية باسطا جناحيه للريح يسبح معها، ثم فجأة هوى كالسهم نحو الأرض لينقض بمخالبه التي لا تخطئ على غزال صغير. طار النسر مرة أخرى نحو العالي فيما تدلت بين مخالبه فريسته التي ما تزال تقاوم. عاد النسر إلى عشه بصيده الثمين وشرع في إطعام صغيريه بمنقاره. صافي مزيان، اقراوها مرة، جوج، ثلاثة، أربعة، باش تمكنوا منها، باش تمشي القسم تلقى راسك متمكن منها. يقول الأستاذ اقرأ، تقراها بطلاقة. أطرح وأجيب عن أسئلتي انطلاقا من الفقرة. لماذا خرج النسر من عشه؟ علاش؟ السبب، لماذا؟ ها إذا نقولوا خرج النسر من عشه، علاش خرج؟ خرج النسر من عشه بحثا عن فريسة يصطادها ليطعم فراخها. الجواب هو واحد، صافي؟ باينة، صافي؟ نتمنى تكونوا كتفهموا المسائل مزيان، بالضبط ومزيان. إذا خرج النسر من عشه بحثا عن فريسة اصطادها ليطعم فراخه. لما فهمش الكتابة ديالي مزيان، هيا بحثا عن فريسة يصطادها ليطعم فراخه، صافي. السؤال ها هو، ولكن ما كايناش، ما واضحش، ما كايناش. اذا الجواب اصطاد النسر غزالا صغيرا. شنو السؤال؟ اصطاد النسر ايه؟ ماذا اصطاد النسر؟ شنو اصطاد؟ شنو اصطاد؟ نقولوا اصطاد النسر غزالا صغيرا. ماذا اصطاد النسر؟ ماذا اصطاد النسر؟ اصطاد النسر غزالا صغيرا، صافي. إذن هذه صفحة 32، نمشيو للصفحة 33 باش نهيو هذا الفيديو هذا. اللبنة 3، التوليف، دائما التوليف كنساليو به. أقرأ ثم ألاحظ أكمل. حلق محلق، أطعم مطعم، بحث باحث، خرج
خارج. سبح سابح. طار طائر. أخرج أخطأ عفوا مش أخرج مخطئ مخطئ. شارب شارب شارب. إذن باينة واضحة. أقرأ الفقرة. ذكاء طائر. في أحد أيام الصيف الحارة أحس غراب بعطش شديد. طار باحثا عن جدول أو بركة ماء يروي منها عطشه. وقعت عينه على إناء فخاري به القليل من الماء. أدخل منقاره وحاول أن يشرب، لكنه لم يتمكن من ذلك لأن فتحة الإناء كانت صغيرة. بعد محاولات عديدة أخذ الطائر يلتقط حصوات ويسقطها في الإناء مرة بعد مرة حتى استطاع أن يصل بمنقاره إلى الماء. روى الغراب الذكي عطشه وطار إلى غصن شجرة يستريح من حر الشمس الحارقة. إذا الذكاء ديالو الغراب تاهو ذكي. أطرح أو أجيب عن الأسئلة انطلاقا من الفقرة. لماذا أسقط الغراب حصوات في الإناء؟ لأن الإناء كان فيه قليل من الماء، ومن كيخشي المنقار ديالو ما كيوصلش للماء، فهو أرمى الحصوات في الإناء باش يطلع المستوى ديال الماء، حتى يصعد المستوى ديال الماء ويوصل بالمنقار بالفتحة اللي فيه يوصل للماء هو ويشرب. لماذا أسقط؟ نقولوا أسقط. إذا هناك الذكاء. أسقط الغراب حصوات في الإناء أسقط الغراب حصوات في الإناء الجواب حتى يصل بمنقاره إلى الماء. هذا هو الجواب. أسقط الغراب حصوات في الإناء حتى يصل بمنقاره إلى الماء. إلى الماء بما سؤال هذا ما كاينش. إذن نشوفوا شنو السؤال. إذن الجواب شنو هو؟ أحس الغراب بعطش شديد. أحس الغراب بعطش شديد شنو السؤال؟ بما بماذا أحس الغراب؟ صافي هذا هو السؤال. بماذا باش حس هويا؟ أحس بعطش شديد. بماذا أحس الغراب؟ بماذا أحس الغراب؟ أحس الغراب بعطش شديد. إذن إلى هنا ينتهي الفيديو. دمتم في رعاية الله.